و حته الخبرات شويه، حته الخبرات وحته تاريخ النادي الاهلي، في كذا حاجه، حاجات دي في النهائيات لا يعني جزء لا يتجزا من المعطيات طبعا مفيش شك. زائد ان انا شخصيا الحقيقه يعني انا عارف انه يمكن جريدو في اختلاف عليه، انا شخصيا مقتنع بجريدو يعني جريدو كمدير فني للنادي الاهلي، انا شخصيا مقتنع بيه وبشوف انه بص يعني طبعا من تعايشي مع لعيبه النادي الاهلي برده ومن قربي من كذا من اكتر من لعيب، انا بشوف انه جريدو لا الفتره اللي فاتت دي قدر ان هو يؤدي يعني لا اشتغل مع النادي الاهلي على كره القدم بطريقه كويسه، وممكن كان مش موفق في بعض القرارات بصفه ان هو راجل يعني ما عندوش الخلفيه الكبيره عن الكره الافريقيه، لكن لا عمل فرق مع النادي الاهلي كفريق كوره وكفريق النادي الاهلي العناصر اللي المفروض تشيله مش شايلها، خلي بالك يعني جريدو عنده مشكله في لعيبه كتيره المفروض تبقى هي اللي بتشيل النادي الاهلي بعيده عن مستواها يعني طبعا، فلا هو بالمعطيات الموجوده جريدو مش سيء يعني.